لأنه صنع التاريخ في 20 عاما في الـ NBA. كان الختام أيضا بصفحة جديدة من كتاب ابن مدينة فيلادلفيا كوبي الذي أسماه والده في اليابان. عاش سنوات الطفولة في الميدان الإيطالية، أصابه هوس كرة القدم قبل أن يقرر أن يتخذ كرة السلة مسارا لحياته. 60 نقطة سجلها في المشهد النهائي لمسيرته في دوري السلة الأمريكي أمام فريق يوتا جاز، منحت فريق لوس أنجلوس ليكرز الفوز، وهو الذي منح فريق ولاية كاليفورنيا 5 ألقاب خلال مسيرته معه. التذكرة لحضور المباراة وصل سعرها إلى 10,000 دولار، واللاعب من 37 عاما انتقل من ظاهرة في مدرسة ثانوية إلى دور المحترفين في عام 96، وأنهى المسيرة اليوم كثالث أفضل مسجل في تاريخ الدوري خلف كريم عبد الجبار وكارل مالون ب 33,634 نقطة، أو بمعدل 25 نقطة للمباراة الواحدة في 1,346 مباراة لم يرتدي خلالها إلا قميصا واحدا، قميص الليكرز، وإن تغيرت أرقامه من 8 في بداية مسيرته إلى رقم 24 في نهايتها. 9 ملايين متابع على صفحته في تويتر، 21 مليونا على صفحته في فيسبوك، وبعد 20 عاما من رمي الكرة في السلة نال 300 مليون دولار كرواتب سنوية من ناديه، إلى جانب 280 مليونا من عقود الدعاية والإعلان. نقطة النهاية في سادس مرة يحقق 60 نقطة، وهو الذي يحمل رقما قياسيا شخصيا ب 81 نقطة سجلها ذات يوم في سلة تورنتو. كوبي قال وداعا: ونحن شاهدنا من يلقب بالبلاك مامبا لآخر مرة في ملاعب كرة السلة. وحيد رزق المصري، العربي.